اليوم أحببت أن أعرض لكم كل ما يخص عن الإنترنت المظلم أو الأسود، الإنترنت الأكثر سواداً مما نتخيل جميعاً. آخر الإحصائيات قالت بأن النت الظاهر للجميع لا يمثل سوى 5% من إجمالي الإنترنت. إذن أين يكون الباقي وهو الجزء الأكبر؟ هذا هو موضوع الفيديو اليوم، فتابعونا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ما هو النت العميق (Deep Web)؟ النت المظلم أو الجانب الأسود من النت هو الذي تمت فهرسته بطريقة معينة بحيث لا تستطيع الوصول إليه عن طريق المتصفحات العادية، وإنما تستخدم له طرق معينة ومتصفحات أخرى قد تكون غريبة وغير معروفة. ينقسم النت العميق إلى قسمين. أولاً، الجانب الأقل ظلام أو الأقل خطر أو الأقل سواد. في هذا الجانب توجد مواقع السياسيين أو عملاقة السياسة وأشهر الصحفيين، وتوجد مواقع خاصة بالحكومات في مختلف دول العالم. لكن السؤال هو، لماذا يختار السياسيين أو الصحفيين أو الإعلاميين النت المظلم بالرغم من وجود النت الظاهر؟ السبب هو أن ولا يخضع للرقابة، ولا تستطيع أي جهة في العالم الوصول إلى أصحاب المواد المنشورة هناك. لذا نجد أن الحكومات تستخدمه أيضاً حتى تكون المعلومات المتبادلة سرية تماماً، ولا يستطيع أحد أن يعرف شيء عنها. أغلب السفارات في العالم تستخدم النت العميق في حالة الاتصال بينها وبين دول أخرى. وفي إحدى السنوات استطاعت الحكومة الأمريكية أن تكشف عن رسائل بين إرهابيين وبين إحدى السفارات عن طريق النت العميق. هذا هو الجانب الأقل خطر. فماذا يكون الجانب الآخر من النت العميق؟ فالنت المظلم تجد كل شيء ممنوع في النت الظاهر. توجد مواقع تجارة المخدرات بجميع أنواعها، تعرض الأنواع، وبجوار كل نوع يوجد السعر، وتوجد الأقراص المخدرة بجميع أنواعها. في عام 2011 قام روس ويليام بإنشاء موقع يسمى سيلك رود أو طريق الحرير. تخصص الموقع في تجارة جميع أنواع المواد المخدرة، ووصلت تعاملات الموقع إلى أكثر من مليار دولار خلال فترة قصيرة. وفي يوم من الأيام وصل تهديد لصاحب الموقع عن طرق أحد القراصنة، وقال بأنه استطاع كشف هواية الكثير من المتعاملين في الموقع، وهو ما اعتبره روس ويليام تهديدا واضحا وصريحا. فاستعان ببعض القراصنة الذين استأجرهم للعمل في موقع طريق الحرير، واستطاع عن طريقهم معرفة عنوان المخترق، واستطاعوا أيضا أخذ صورة له عن طريق كاميرا اللابتوب الخاص به. واستعان روس ويليام بأحد القتلة المأجورين من إحدى مواقع القتلة المأجورين، واتفق معه على مبلغ معين في مقابل قتل هذا المخترق، ثم أرسل له العنوان والصورة التي التقطت له. وبالفعل قام القاتل المأجور بقتل المخترق، ثم أرسل صورة لجثته بعد قتله مباشرة في أكتوبر 2013.
استطاع مكتب التحقيق الفيدرالي معرفة هواية روسي ويليام، وبالفعل تم القبض عليه وأغلق موقع طريق الحرير الذي اعتبره الكثيرون من أقوى مواقع تجارة المخدرات في النت المظلم. وتمت محاكمة روس ويليام بالسجن مدى الحياة. وتوجد أيضاً أكبر مواقع لتجارة الأسلحة بجميع أنواعها مع عرض صورها وبجانبها السعر، وتعتبر مواقع تجارة الأسلحة من المواقع التي يكثر التعامل فيها بسبب وجود تنظيمات معينة تتعامل مع هذه المواقع. تتم صفقات الأسلحة بكثرة في هذه المواقع، وفي الغالب تكون عناوين المواقع عبارة عن أرقام فقط لا يعرفها سوى المتعاملين بهذه المواقع. مواقع القتلة المأجورين، وهي من أخطر المواقع في النت المظلم، وتنتشر مواقع القتلة المأجورين بكثرة، ويعرض الموقع القتلة المتعاملين معه، وكل قاتل يحدد سعر معين بالإضافة إلى اختلاف السعر حسب طريقة القتل. يتم إرسال صورة الشخص وعنوانه بالتحديد، ويتم تحويل المبلغ المتفق عليه للموقع، ولا يستلم القاتل المبلغ من الموقع إلا بعد إنهاء المهمة. تحاول الحكومات دائماً الوصول لمواقع القتلة المأجورين، ولكنها تفشل في كثير من الأحيان بسبب أن البيانات لا تكون ظاهرة وتكون مشفرة، كما أن جميع القتلة تكون لهم أسماء وهمية على النت المظلم. مواقع تجارة الأعضاء البشرية. يوجد في النت المظلم الكثير من مواقع تجارة الأعضاء البشرية، وتعرض أيضاً وتحدد لها أسعار معينة. تعتبر مواقع جنس الأطفال من أكثر من موقع في النت المظلم، حيث قدرت هذه المواقع بأكثر من 50,000 موقع. كل ما يعرض في هذه المواقع هو عبارة عن جنس واغتصاب أطفال من جميع الأعمار. تكثر في هذه المواقع أصحاب الأمراض النفسية الذين يبحثون دائما عن جنس الأطفال. مواقع الغرفة الحمراء، وهي أبشع مواقع النت المظلم على الإطلاق. يوجد في هذه المواقع بث مباشر لتعذيب واغتصاب الأطفال والنساء، وأصحاب هذه المواقع يقومون باختطاف الأطفال والنساء، ويقومون أيضاً باختطاف أطفال الشوارع والأشخاص الذين ليس لديهم مأوى، ويتم بث مباشر لحظة بلحظة لعملية الاغتصاب بناء على طلب الكثير من الأشخاص، ويتم ذلك مقابل المال، وقد يصل الأمر أحيانا إلى القتل عن طريق البث المباشر بناء على طلب أشخاص مرضى نفسيين. أغلب الأشخاص الذين يتم اختطافهم وعرضهم في الغرف الحمراء ينتهي بهم الأمر إلى الموت. في عام 2010 تم نشر جزء من مقطع النت عبارة عن شخص يتم تعذيبه عن طريق إجباره على أكل معين، ولا يعرف أحد ماذا كان هذا الأكل، ولكن يقول أحد الذين شاهدوا المقطع بأن هذا الشخص تم اختطافه هو وأسرته، وبعد أن قتلوا أسرته أجبروه على أكل لحمهم، لذلك كان يظهر وهو يبكي أثناء الأكل، وكانوا يقومون بضربه وإهانته. أثار المقطع غضب الكثيرين ممن شاهدوه، ولكن لا أحد يعرف مصدر هذا المقطع. ما
مواقع القرصنة توجد مواقع مخصصة للقرصنة، والقرصنة الاحترافية في هذه المواقع يتم الاختراق مقابل مبالغ معينة من المال. تباع أيضا برامج ودورات الاختراق. مواقع صناعة الأسلحة، مواقع لتعليم صناعة الأسلحة والمتفجرات، وهي من المواقع التي تحاربها الحكومات باستمرار. مواقع تجارة البشر، هذه المواقع يقوم أصحابها باختطاف الفتيات والأطفال وعرضهم للبيع، وأصحاب هذه المواقع تابعين للمافيا العالمية، وهي من أخطر أنواع المافيا. بعد أن أوضحنا حقيقة لينت المظلم، هناك سؤال هام جدا في هذا الموضوع، وهو كيفية التعامل المالي أو النقدي في النت المظلم. كيف يحصل هؤلاء على الأموال من تجارتهم، أو ما هي العملة المستخدمة في ذلك؟ البيتكوين هي عملة إلكترونية مشفرة، تشفير كامل، تشفر بيانات المستخدمين، وهذه العملة يتم التعامل بها في النت المظلم أو النت العميق بوجه عام. تبلغ قيمتها $390 تقريبا، ويوجد عليها إقبال شديد. هل هنالك طرق سهلة للدخول للنت العميق أو النت المظلم؟ نعم، هناك طرق لا تحتاج لا احتراف للدخول لهذا العالم من الإنترنت. متصفح تور الخاص بالديب ويب، يمكنك من الدخول إلى الديب ويب، ولكن كن حذرا إلى أقصى الحدود. هو ليس مكان للتسلية، إنما هو عالم إجرامي متكامل تتوافر فيه كل أدوات الجريمة. عالم يجمع المافيا والقتلة والمغتصبين والمرضى النفسيين والقراصنة وغيرهم الكثير من الفئات المحظورة في المجتمع. لا تعتبر دخولك أمر سهل، فهم في الغالب يتتبعون كل زائر. لديهم عمالقة الاختراق، وبأماكنهم معرفة من تكون، لذلك كن حذراً إذا أردت أن تدخل إلى هذا العالم العميق حقاً.